هنستخدم إبرة رقم 5 وهنستخدم خيط كريم عادي. هنعمل أول حاجة هنبدأ بالدايرة السحرية، هنشتغل فيها الأول، هنقفلها كده، هنشتغل فيها 12 غرزة حشو، واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، وهنقفل السطر. هنا قفلت في أول غرزة عشان بعد كده الثلاث غرز ارتفاع اللي أنا هعملهم هيبقوا عبارة عن أول عمود. هو أول سطر بيبقى صعب شوية في الشغل لأنه ناشف، ولكن بعد كده هيكون أسهل. عملت ثلاث غرز ارتفاع وهعمل غرزة الفرق بين العواميد، وهشتغل في أول غرزة عمود بلفة، غرزة سلسلة عمود بلفة، غرزة سلسلة عمود بلفة، وهقفل السطر في الغرزة التالتة بغرزة مزورقة كده بالشكل ده. ممكن نشد الشغل شوية عشان يريح. ودلوقتي هعمل ثلاث غرز ارتفاع للسطر الجديد، هشتغل في نفس الغرزة اللي احنا قفلنا فيها عمود بلفة كمان، بعد كده هعمل اتنين سلسلة، وهشتغل في كل عمود عمودين بلفة. غرزتين سلسلة، هعمل اتنين سلسلة الأخرانيين، وهقفل السطر في الغرزة التالتة، السطر اللي جاي ده هيتكرر سلسلة ارتفاع، وهشتغل في أول غرزة بس غرزتين مش غرزة واحدة، وبعد كده في كل غرزة غرزة. وبرضو بينهم هعمل غرزتين سلسلة، واحد اتنين. بعد كده هوت هشتغل في أول غرزة اتنين عمودين مش عمود واحد،
وبعد كده عمود واحد السطر الجاي هنشتغل هنا في الغرزة دي بس اتنين ودي ودي واحد وواحد. وصلت للسطر العاشر كده اهو اول سطر 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في السطر العاشر ده عدد العواميد بيكون 10 عواميد لان احنا بادئين الاول بواحد وبقوا اتنين بقوا 3 4 5 6 7 8 9 10. كل اللي انا بعمله ان انا بزود بس في اول غرزة، الغرزة الاولانية من كل واحدة من الوحدات دي في اول غرزة بعمل اتنين كده في كل السطور، ونقدر نزود العدد اللي احنا عايزينه. مفيش عدد معين، كل ما كنا عايزين السجادة تكون اكبر نزود عشان الخيط ما يخدعناش. كل ما بنزود في عدد السطور كل ما الكورنيشة اللي بتبقى في الاخر بتكبر، لان احنا بنفضل نقلل نقلل نقلل. فدول 12 سطر مثلا، هنقلل غرزتين كل سطر هيبقوا 6 سطور، الكورنيش هتبقى 6 سطور. لو كبرناها قوي مثلا وبقوا 20 سطر هتاخد بدل ال6 سطور، عشان الكورنيشة بدل ما هتبقى 6 سطور هتبقى 10 سطور، عشان بس حجم الخيط ما يخدعناش ونلاقيه في الاخر قليل. دلوقتي هنشتغل السطر الجديد. السطر الجديد مش مختلف كتير عن السطور اللي فاتت، في حتة صغيرة بس هي المختلفة. برضو بنشتغل في اول غرزة عمودين بدل عمود واحد، وفي كل غرزة بنشتغل عمود واحد. الاختلاف في السطر دوت هنا في الفرق بين الوحدات، بدل ما كنا بنعمل غرزتين سلسلة هنعمل 5 غرز سلسلة، بدل ما كانوا 2 هيبقوا 5. 1 2 3 4 5. وبرضو هنشتغل في اول غرزة عمودين بدل عمود واحد. بس كده هنشتغل نفس الخطوة ديت في كل الوحدات لحد اخر السطر. خلصت الوحدة الاخيرة وهشتغل 5 غرز سلسلة وهقفل السطر. هتحرك بغرزة منزلقة في اول وحدة بس عشان السلسال، وبعد كده هعمل 3 غرز سلسلة ارتفاعية. اتحركت بغرزة منزلقة لان بعد كده هنقص اول عمود واخر عمود في كل واحدة. هشتغل في كل عمود عمود في بقية الوحدة.
هقص اخر عمود كمان مش هشتغله، وهشتغل بعد كده في الفراغ ده هعمل 2 سلسلة الاول، وهشتغل عمود وبعدين 2 سلسلة عمود تاني، وبعدين 2 سلسلة، وبعد كده هشتغل الواحدة اللي بعد كده اللي هي هسيب اول عمود وهشتغل العمود التاني، هكمل الوحدة هسيب اخر عمود هشتغل 2 سلسلة، وهنا هشتغل عمود 2 سلسلة عمود، وبعد كده هشتغل الوحدة اللي بعد كده هسيب اول وحدة واشتغل في الوحدة التانية، وهكرر نفس الخطوات دي كل الوحدات. خلصت السطر، فاضل اخر 2 سلسلة وهقفل السطر. وهبدأ اشتغل السطر الجديد. قبل ما اشتغل السطر الجديد هنتقل للغرزة الاولانية بغرزة منزلقة، لان احنا بنقلل غرزة، فاحنا هنقلل الغرزة اللي مكان التلات غرز سلسال ارتفاع، وهشتغل مكان هنا 3 غرزة سلسال ارتفاع، وهكمل وهسيب اخر غرزة مش هشتغلها، هنقصها وهعمل 2 سلسلة، 1 2، هشتغل هنا 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5، وبعديهم كمان 2 سلسلة، 1 2، وبعد كده هسيب اول عمود وهشتغل تاني عمود على طول. في السطور اللي جاية هنبدأ ننقص عمود من الاول وعمود من الاخر. هشتغل معاكم واحدة تانية، هي دي الوحدة اللي هتتكرر على طول. هشتغل معاكم واحدة تانية، الخيط اوقات بيبقى رفيع واوقات بيبقى تخين، بس مش مشكلة يعني مش هتبان. دي ميزة السجادة دي ان مش هيبان فيها لو خيط رفيع شوية وتخين شوية. وهشتغل ده اخر عمود، هعمل 2 سلسلة، هشتغل 5 عمود بلفة هنا، دي 1 2 3 4 5، 2 سلسلة كمان، وهسيب اول عمود وهشتغل في التاني، وهكرر نفس الوحدة ديت لبقية السطر لحد ما اوصل لنقطة البداية تاني. طبعا لما نشد الشغل كده هيريح هيتظبط لحد ما نوصل لنقطة البداية. هخلص السطر كله وهرجع لكم تاني عشان نبدأ مع بعض السطر الجديد ونعرف هيتشغل ازاي. خلصت السطر، فاضل اخر وحدة، هعمل غرزتين سلسلة
وهعمل في الفراغ ده 5 عمود بلفة. غرزتين سلسلة وهقفل الصفر، بقفل في تالت غرزة هتنقل غرزة للجنب بغرزة منزلقة، وهعمل تلاتة ارتفاع، تلاتة سلسلة ارتفاع، هشتغل كل عمود عمود واسيب اخر عمود مش هشتغل فيه تنقيص. كده نقصت اخر عمود مش هشتغله، هعمل غرزتين سلسلة، هشتغل في اول عمود من ال5 عمود غرزة سلسلة، واشتغل العمود اللي بعده غرزة سلسلة، العمود اللي بعده غرزة سلسلة، عمود غرزة سلسلة، عمود، وهشتغل 2 سلسلة، وبعد كده هشتغل الواحدة اللي بعد كده اللي هي بنسيب أول واحدة وآخر واحدة ونشتغل أول عمود وآخر عمود وبنشتغل العمود اللي في النص. يعني هنكرر نفس الشغل ده تاني، هنكرر نفس ده تاني هسيب اخر عمود مش هشتغله، مش هشتغل ده خلاص، هعمل 2 سلسلة وهشتغل 5 عواميد دولت، بس هعمل بين كل عمود وعمود غرزة سلسلة، وبعد كده هعمل غرزتين سلسلة واكرر نفس الوحدة تاني. دي نهاية السطر، فاضل اعمل 2 سلسلة واقفل السطر عشان نبدأ السطر الجديد. السطر الجديد برضو هنتنقل بغرزة منزلقة للعمود التاني لانه بنقص اول عمود واخر عمود. هنعمل 3 سلسال ارتفاع واول عمود، وهنشتغل تاني وتالت عمود وكده، برضو نقصنا عمود من اخر الوحدة، هعمل غرزتين سلسلة، هشتغل بعد كده في كل عمود 2 عمود، يعني هنعمل عمودين في كل عمود مش عمود واحد، وكمان هنعمل بين كل عمودين 2 سلسلة مش واحدة. السطر اللي فات كانت واحدة بس بين العواميد، دلوقتي بقت 2 وعمودين في كل غرزة. هنعمل 2 سلسال
ونرجع نكرر نفس الوحدة تاني، بنسيب عمود في الأول وعمود في الآخر، وبنشتغل العواميد اللي في النص. كل سطر بينقص عمودين من كل وحدة. طبعا احنا لو مكبرين كمان هيكون العدد اكتر، فالجزء ده اللي هو فيه بدأنا ننقص هيبقى اكبر، وهنفضل نزود هنا على طول. بعد كده هنزود في اول غرزة بس زي ما كنا بنعمل في اول المفرش، في اول غرزة بس هنعمل اتنين، في اول غرزة نعمل اتنين زي ما كنا بنعمل في اول المفرش، لحد ما يبقى عندنا هنا عمود واحد بس. طبعا قد ما كبرنا هنعرف ننهي، لان احنا هنفضل نزود من هنا وننقص من هنا، نزود من هنا في كل غرزة، في اول غرزة غرزتين عمودين يعني، وهنا نفضل ننقص عمودين، واحد من الاول واحد من الاخر، لحد ما يبقى عندنا عمود واحد بس. يبقى كده خلاص المفرش خلص وفاضل سطر واحد. السطر الواحد دوت بيتشغل في نهاية المفرش ايا مكان حجمه قد ايه، وايا ما زودنا فيه او كبرنا حجمه. هنعمل واحد اتنين، وهننقص عمود من الاول وعمود من الاخر. بعد كده غرزتين سلسال، وهنشتغل الوحدة اللي بعد كده. وصلت لاخر السطر، هعمل اخر اتنين غرزة سلسلة، وهثبت في غرز الارتفاع اللي هم اول عمود، وهتنقل غرزة واحدة بغرزة منزلقة، وهعمل ثلاث غرز سلسلة ارتفاع. دلوقتي ده اخر عمود خلاص، دول تلات عواميد. فهكمل كمان غرزتين اللي هما دولت، هعملهم بعديهم على طول، واحد اتنين. لما اجي اثبت هثبت في الغرزة التالتة هنا، هشتغل في اول عمود غرزتين. والعمود التاني غرزة واحدة، واعمل غرزتين سلسلة فرق، وهكرر نفس الخطوة. في اول عمود غرزتين، والعمود التاني غرزة واحدة. طبعا لو لسه فاضل بقى عاملين عدد سطور اكتر، ولسه فاضل عمود مش عمود واحد، فاضل جزء لسه، هنفضل نزود ونقلل كل سطر، واحد من هنا واحد من هنا. ولما نوصل للمنطقة دي هنعمل في أول عمود عمودين، ونشتغل العواميد الباقية غرزة واحدة. لكن ده آخر سطر في المفرش دوت، لأنه خلاص وصلنا إن احنا بننقص غرزة غرزة، بيفضل عمود واحد بس. يبقى دي النهاية. ما بيكونش فيه تغيير في السلسال، برضو بيبقى هو غرزتين سلسال على طول لحد الاخر خالص.
اهو كده هنبدأ واحدة جديدة. عملت غرزتين سلسال وهسيب اول عمود وهشتغل في التاني وهسيب اخر عمود، فهيبقى كده هو عمود واحد بس اللي هيتشغل. بعدين نشتغل غرزتين سلسال تاني عشان نبدأ نكرر الوحدة تاني. اول غرزة فيها اتنين سلسلة، ده فيها اتنين عمود، وبعد كده عمود واحد في كل عمود وغرزتين سلسلة. وبعد كده نبدأ نعمل نفس الخطوة تاني ونكررها لحد آخر السطر. كده خلص السطر، هنثبته في اخر 3 غرز سلسلة. فاضل اخر سطر بس هنشتغل غرزة حشو، وبنشتغله في الاخر بعد ما نخلص خالص ونوصل للعمود الواحد. مش هنربط الخيط طبعا، هندخل هنا وناخد الخيط اللي فاضل من اللون الرصاصي هنشتغل على كل الغرز غرزة حشو. لو حسيناه مفرغ كده ممكن نزود عادي، ده خيط رفيع شوية فعشان كده ممكن نزود عدد الغرز. مفيش عدد معين، بس لو حاسين ان الخيط مش مقفول كويس كده يبقى نزود، نعمل في واحدة اتنين او اي حاجة. هو العدد مش هيفرق قوي لان ده اخر سطر، هو مجرد شكل يعني مش اكتر. هكمل السطر لحد الاخر خالص كله بنفس الشكل. خلصت اخر جزء في السطر الاخير، هقفله كده السطر الاخير ده. لو حابين ممكن نتشغل بنفس اللون عادي، ممكن اي لون تاني عندنا. خلصت خلاص، مشاية لذيذة جدا. تقريبا اخدت حوالي 1.5 كيلو كليم، يعني تكلفتها بالظبط تقريبا 40 جنيه او 30 على حسب يعني، بس هي معمولة بارخص نوع خيط كليم موجود في السوق. لذيذة جدا ومش مكلفة. ممكن كمان نعملها بواقي الكليم، لو عندنا بواقي كليم نعملها بواقي الكليم. يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة، هي تنفيذها سهل جدا، وزي ما قلت لكم ينفع نكبرها على قد ما نقدر على قد ما عندنا كليم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام عليكم.